بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بخبيرنا التحكيمي الكابتن نصر عباس. اهلا وسهلا بيك كابتن نصر. تحياتي لك كابتن ايمن، وتحياتي لنجومك الكبار كابتن علاء مهوب، كابتن عادل، وكابتن عادل وكابتن هاني. في البدايه مبروك نادي الاهلي بطوله الدوري العام، ومبروك للجماهير، مبروك للاجهزه الفنيه والاداريه، ومبروك كمان لمجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. ان شاء الله باذن الله القادم افضل باذن الله، وان شاء الله البطوله الافريقيه تكون قادمه، ونتمنى طبعا الفوز بالنسبه للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه، والتوفيق للاعيبه باذن الله. قبل ما نتكلم كابتن ايمن على المباراه وطاقم التحكيم، خلينا بس نحكي في صعوبه المباراه. احنا بنقول درجه صعوبه المباراه كابتن علاء للحكم هي الاختبارات والاحداث اللي هي بتحدث نتيجه الحالات التحكيميه سواء داخل او خارج السامح. هنا بقول هنا قياس الحكم ومدى قدرته على اتخاذ القرارات الصحيحه في هذه الاخطاء، مش الحكم بس، الحكم والحكام المساعدين وحكام الفار. من خلال الحالات التحكيميه الموجوده هنشوف هل كان طاقم التحكيم عنده قدره في تقدير الاخطاء بشكل صحيح، ولا كان هناك في بعض الاخطاء. من خلال الحالات ان شاء الله هنشوف الحالات التحكيميه، ونشوف الاول كابتن سمير طاقم التحكيم اللي معانا. كان معانا طبعا حكم الدوري الكبير محمد الحنفي، كان حكم الميدان. مساعد رقم واحد كان توفيق طلب من منطقه البحيره، وهاني خيري الحكم المتميز دايما من منطقه القاهره، ومحمد نهاد محجوب حكم من الحكام الصاعدين من منطقه القاهره ايضا. عندنا على الفار الحكم الكبير طارق مجدي الفار واحد، وعندنا ابراهيم محجوب من بورسعيد الفار اثنين. الحقيقه طبعا يعني قبل ما احرق الحالات التحكيميه، عاوز اقول ان هذه مباراه درجه صعوبه عاليه كابتن ايمن، نتيجه الاحداث الكثيره والاختبارات الكثيره للحالات التحكيميه، وكمان الاخطاء اللي هي الغير متوقعه لطاقم التحكيم اللي حدثت في بعض احيانا الحالات. نشوف الحاله الاولى كابتن سمير معانا، ونشوف هل القرار هنا كان قرار صحيح ولا لا. ستوب. هنا احنا قلنا الهدف ليس هدف، قلنا الهدف معنى هدف يا كابتن علاء ان لا يسبقه اي مخالفه اثناء تسجيل الهدف. شفنا النهارده الحكم الحنفي طبعا هنا خلى اللعب يتواصل ويستمر، ونشوف الحاله هنا طبعا هنا من خلال الهجمه اللي راحت حصل هدف من هذه الحاله، وهنا طبعا المخالفه هنا الشد الموجود من لاعب النادي الاهلي، وبالتالي هنا الحكم حسب الهدف وانتظر الفار، ما يقدرش يقدر يعمل استئناف الا لما ياخد قرار الفار كابتن هاني، وبالتالي هنا الفار رجع الحاله. طبعا هنا الهدف، لو ما كانش في فار خلي بالك كان ممكن الهدف دوت يتم احتسابه لان الحكم ما اشارش باحتساب المخالفه. طبعا هنا بنحيي طبعا غرفه الفار على نهايه شك قبل الحاله، وقلنا الهدف لا يسبق مخالفه، وهنا كان في مخالفه على اللاعب النادي الاهلي. هنا بنشوف هنا الشد موجود، وبالتالي قرار كان قرار صحيح. نروح للحاله الثانيه ونشوف الحاله الثانيه ونمشي. طبعا اتاحه فرصه ساي، ونشوف قدره اللاعب هنا وقدره الحكم هاني خيري. كابتن النهارده كابتن ايمن انا بقول النهارده حكم فوق الامتياز، لان الحكم النهارده لما بيجيب قرار صعب هنا دي حاله صعبه، التمركز اكثر من رائع، تمركز وتركيز في حاله من الحالات المهمه جدا جدا. طبعا هنا في جزء من الجسم وهنا تسلل موجود، وبالتالي هنا اشار على تسلل على الرغم ان هنا كان في ديلي من الفار، ولكن هنا القرار الحقيقي كان لهاني خيري، كان ممتاز جدا 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 نتيجه التمركز والتركيز في الحاله. شوف الحاله بعد كده كابتن سمير، حاله من الحالات ايضا المهمه. شوف السوليه هنا رايح، طبعا هنا احنا قلنا منطقه المرمى مش منطقه حمايه الحارس، ولكن لما يبقى في مهاجم رايح لم ينجح في لعب الكره، وهنا في المخالفه موجوده. نشوف هنا الدخول، وهنا اعتقد ان اللاعب هنا ارتكب مخالفه مع حارس المرمى، والقرار هنا للحنفي كان قرار. هنا شوف كده يا كابتن، هنا المخالفه موجوده والدفع موجود، والايد طبعا رايحه مع حارس المرمى، هنا المخالفه موجوده. وبحيي الحنفي الحقيقه، طبعا كان هو اطلق الصافره في البدايه والمخالفه موجوده، وهنا اعتقد ان الهدف غير صحيح. نشوف الحاله بعد كده، هنا في مخالفه، الحكم امر باستمرار اللعب، لان في بعض الناس قالت هو هنا الحكم ادى الانذار على ايه، هو هنا بيشاور بايديه وخلى اللعب يتوصل في اتاحه الفرصه كابتن عادل، وهو رجع طبعا رجع في لما الكره خرجت. هنا في طبعا نجيب المخالفه بتاعه الرجل هنا فوت ان فوت، هنا نشوف هنا كهربا
وهنا في انذار للتهور وبالتالي هنا الانذار صحيح ورجع ادى الانذار. لحد دلوقتي احنا ماشيين مع الحنفي قرارات الحقيقه طبعا قرارات سليمه 100% لحد الان. نشوف الحاله اللي بعد كده. هنا البعض قال ان هنا في مخالفه لمس كره بايد داخل منطقه الجزاء ولكن هي كانت خارج كابتن ايمن خارج منطقه الجزاء. وهنا البعض قال لك هو الفار فين؟ ما دخلش ليه؟ خارج منطقه الجزاء ما بتدخلش ابدا في الحالات اللي هي خارج الصندوق وبالتالي هنا كان قرار الفار ان هو ما بتدخلش وبالتالي هنا محمد الحنفي هنا خلى اللعبه تواصل على اساس ان هنا المخالفه من بره وبالتالي هنا لا توجد مخالفه بالمره لان هنا بنتكلم في وضع الايد وهنا وضع الايد تقريبا لاعب بيحاول ان هو يشيل ايده من قدام الكره ووضع الايد النهارده سليم وطبيعي وبالتالي هنا يستمر اللعب. قرار طبعا من محمد الحنفي والفار كان قرار صحيح 100%. نشوف الحاله اللي بعد كده كابتن سمير. دي الحاله اللي انا بعتبرها حاله المباراه حاله مركبه يعني مركبه كابتن عادل وهنا الحكم هنا حاول يدي اتاحه الفرصه يعني هو حاول ان هو يدي اتاحه الفرصه هنا نصب. نشوف هنا المخالفه الاول هنرجع تاني نقف. احنا بنتكلم على الفرصه الواضحه كابتن عادل اللي احنا كنا بنتكلم فيها قبل التسجيل وقلنا ان هي ليها معايير يعني مش اي حاجه نقول عليها ولكن هنا بنتكلم في فرصه واضحه ليها معايير. نمره واحد المخالفه اللي حدثت هنا ما بين المكان ده والمرمى. الاتجاه العام كمان للعب كان الاتجاه العام رايح اللاعب لو لم ترتكب هذه المخالفه هنا انفراد الراجل رايح انفراد لان انت شايف الكره هنا هيروح في سيطره ولا مفيش سيطره؟ سيطره تماما مفيش ولا لاعب من المدافعين طبعا هيقدر ان هو يحصل. طبعا في اللعبه دي هرجع هقف ستوب هنا بس نرجع شويه نرجع 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 هو طبعا هنا نقف نقف هو هنا الحنفي طبعا هو عارف ان هنا في مخالفه كابتن عادل كابتن ايمن بس هو مش واخد باله ان هذا اللاعب في موقف تسلل تمام هو حابب يخلي اللاعب يتواصل ويدي تحت فرصه ممكن ان اللاعب هنا يروح مش ممكن مبروك حبيبي الف الف مبروك سؤالك كابتن سيد الف مبروك يا سيد الف مبروك يا كابتن سيد رائع الف الف مبروك الف مبروك ازيك يا كابتن سيد حضرتك الله يخليك الحمد لله الحمد لله كده انا عندي بقى استفسار ابن 60 في 70% ده فين؟ اللعبه دي اللي هي الطرد في مانشستر في مانشستر سيتي في دور الثمانيه ما اتحسبتش يعني الفاول ما اتحسبش الفار ما بيجيبش الظاهر طلع له حته الجبس ايوه بس ما كانش محمد الحنفي بص انا ما كانش محمد الحنفي الماتش ده طيب يا كابتن فاكره هنا كابتن الماتش بتاع مانشستر ما اتحسبش صحيح بتكلم على المعايير طالما مش 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 اللمسه الاخيره او اللعبه الاخيره ما بتتحسبش طب انت لما انت لما دخلت يا كابتن سيد جاي تسلم علينا ولا على كابتن ناصر بس لا انا قلت اطلع للفار حته الجبنه عشان يتكلم على الاول سلم ونبارك لك كابتن مش هقوم لا لازم تقوم ده مدير الكوره لا 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 انا عارف هو مش هقوم ليه لازم تقوم بص ممكن الكاب سيد لو سمحت بس القميص ضيق شويه الكيميا حبيبي الكاب سيد مبروك يا حبيبي الف مبروك الف مبروك كابتن عادل مبروك يا سيد مبروك يا مصر مبروك يا كابتن ان شاء الله اقعد فين يا ترويز؟ تقعد معايا؟ اقعد في اي حته اقعد مكاني لا لا اقعد مكاني والله ازيك يا كابتن علاء؟ كابتن سيد الفرحه حلوه بصراحه الحمد لله والنهارده كانت الاجواء كانت حلوه قوي في الملعب الحمد لله كان نفسنا نكون مكملين معاكم هناك بصراحه يعني الحمد لله طبعا يمكن بطوله برضو من البطولات العزيزه جدا علينا والمفضله بالتاكيد ويمكن واحده من المشوار الطويل قوي باحداث اللي حصلت فيها وكورونا والاحداث البعد اللي شفناه يعني لكن الحقيقه الواحد دايما بيراهن على طريقة الفكر والشخصية والطموح اللي عند اللعيبة من أول يوم يعني فالحمد لله رب العالمين منظومة كلها مش 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 فرد فيها منظومة من مجلس إدارة وكابتن محمود الخطيب وجهاز فني ولعيبة وجهاز إداري وعمال تعرف كل واحد بيبقى له دور حتى لو كان صغير ولا حاجة لكن مؤثر جدا في الحتة اللي هو فيها وقبل كل ده وده طبعا جمهور يعني طبعا اللافتة بتاع مصر المخصص النهاردة حاجة راقية جدا بص يعني هي الكوره كابتن علاء من ايام حضرتك يعني وايام اللي قبلك واللي قبلك واللي قبلك هي مخلوقه لحاجات كده يمكن التنافس ممكن يبقى موجود في الملعب وموجود بشكل قوي جدا قلنا في الاستوديو يا استاذ لكن لكن الرسائل في الاوقات اللي هي بتبقى انت محتاجها كل بيبقى موجود وحاضر يعني ازيك علاء
عامل عادي. عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. تعال قال لك المقصه فرق منها 19 نقطه في الدور الاول عشان هو كان ماسك. كان فارق والله. كابتن ناصر بنشكرك شكرا جزيلا وكبرنا التحكيم كابتن ناصر عباس. مبروك للنادي الاهلي، مبروك للجماهير، مبروك للاعبين، جهاز فني واداري وجهاز طبي. مبروك طبعا لمجلس الاداره تاني للكابتن محمود الخطيب. اتمنى ان شاء الله كابتن سيد وطبعا كابتن ناصر ربنا يخليك. الوداد دي مهمه جدا جدا، اتمنى كلنا كلعيبه نتكاتف فيها وان شاء الله التحكيم يكون عنصر يعني جيد في المباراه اللي بره. ويهمني المباراه اللي بره كابتن سيد قوي ان يكون التحكيم هنا جيد لان يحمي لعيبتنا في المباراه اللي خارج ملعبنا. اتمنى يمكن عشان كمان ما اعرفش بقى حضور الجماهير ده هيبقى موجود ولا لا وبعدد ولا لا، بس ان شاء الله الرحمن يبقى الدنيا كويسه ونرجع بنتيجه كويسه ان شاء الله. شكرا كابتن نعيم واشكركم. شكرا شكرا جزيلا كابتن. وبنشكر نجومنا الكبار اللي شرفونا النهارده كابتن علاء ميهوب، الف شكر. الف شكر ايمن، والف مبروك للنادي الاهلي وجماهيره ومجلس ادارته، ودايما يا رب دايما نبارك كده في الاحداث السعيده، وان شاء الله استاذ موجود كمان نبارك بقى ان شاء الله على الفرحه اللي كلنا مستنيينها ان شاء الله على بطوله افريقيا الليله الكبيره يا رب. ان شاء الله ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن الف شكر. أنا طبعاً سعيد جداً إن حضرت يوم في تتويج النادي الأهلي، أدي أول حاجة، وبعدين برحب طبعاً بالكابتن سيد وبقول له مبروك وبقول له استحمل، علشان دائماً النجاحات لازم بيحصل فيها كده يا كابتن سيد، وخلينا الناس تفرح واشتغل أنتوا عشان تفرحوا الناس تاني ببطولة أفريقيا إن شاء الله يا رب بإذن الله، ودي مهمة. كابتن عادل مصطفى الف شكر. الف شكر كابتن، ومبروك لينا كلنا ومبروك لكابتن سيد، وكلنا اجيال بتسلم اجيال، كلنا هدفنا واحد، بجمهور، بلعيبه، باداره، بكل الناس المنتميه للنادي، ومبروك وان شاء الله دايما نبارك لبعض في كل الاوقات، وان شاء الله بطوله افريقيا كمان نتوج بيها وتبقى حاجه كبيره لينا كلنا ان شاء الله. كابتن هاني العجيزي الف شكر. الف مبروك كابتن، والف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره ومن اصغر واحد لاكبر واحد في النادي الاهلي، وطبعا بشكر الكابتن سيد على المستوى الرائع والشكل العام للعيبه النهارده وهي بتفرح كمان، يعني دي حاجه كويسه جدا. زي ما قلت لك كابتن برضو ان في عيال صغيره موجوده وفرحتهم دي بتدل ان فعلا النادي الاهلي نادي كبير جدا. وطبعا كابتن سيد عايز اشكره تاني لان طبعا بيمر انا عارف يعني مش عايز اقول حرب، لكن هو كابتن سيد قدها ودوده، انا عارف ان هو بيرد في الوقت المناسب، فطبعا ببارك له النهارده وببارك لجماهير النادي الاهلي كلها ان شاء الله. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي والف مبروك كابتن سيد. اشكر سيد. هنطلع فاصل وبعد كده نستقبل معاكم. خلص خلاص. وبعد كده هنروح للزميل احمد سمير ولقاء خاص مع الكابتن سيد عبد الحفيظ.